ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ هنبتدي نتعرف مع بعض ازاي نقدر نعمل مونتاج بطريقه سهله وبسيطه جدا في اقل من 10 دقائق وباستخدام برنامج لذيذ جدا وهو البريمير برو. فيلا بينا نبتدي بالفيديو. اول حاجه نعملها ان احنا نفتح البريمير برو. لما تيجي تفتح الصفحه دي هيجيب لك اخر بروجكتات انت اشتغلت عليها، ودي اسامي الحاجات اللي انا اشتغلت عليها. وبعد كده انت هتعمل طبعا بروجكت جديد، فهتدوس نيو بروجكت ونسميه مثلا تيست وندوس اوكي. البرنامج فتح والموضوع شكله ممكن يبقى غريب بالنسبه لك في الاول، ولكن مع الوقت هتتعود عليه. احلى حاجه في بريمير ان هم قسم لك الموضوع بطريقه سهله ولذيذه جدا. لو عامل لك في الاول بتدوس على اسامبلي اللي هو بتجمع فيها الفايلات اللي انت هتستخدمها انك تعمل بيها الفيديو، اللي هو مثلا انت عندك مجموعه فيديوهات وصور وصوت او موسيقى، فعايز تحط كل دول مع بعض عشان تطلع في الاخر المنتج بتاعك او الفيديو بتاعك. فعمل لك الجزء ده الاسامبلي، بعد كده عمل لك الجزء اللي هو الايديتنج اللي تعمل فيه المونتاج، بعد كده عمل لك فيه الكالرينج فتقدر تعدل الالوان بتاعه الفيديو وتظبطها، وبعد كده عمل لك الجزء اللي فيه الافكتس تقدر تحط في كتاب عايز تعمل ترانزيشن، عايز تعمل حاجه في الفيديو، فهو مظبط لك ان حاطط لك بعد كده الصوت وبعد كده جرافيكس. فنبتدي باول حاجه وهي الاسامبلي. الاسامبلي ان انت عايز تجمع بقى الفايلات بتاعتك. فانا مثلا عامل على الديسكتوب هنا فايل اسمه درون شوتس، جمعت الفايلات كلها وحطيتها في مكان واحد. عندنا هنا الموسيقى اللي هنستخدمها ان شاء الله، والصور وثلاث فيديوهات. المفروض ان احنا نستخدم الصور والحاجات دي مع بعض عشان نطلع منها فيديو في الاخر، وباستخدام الميوزك ونقدر نظبط كده نعمل فيديو ظريف مع بعض. فاحنا ناخد الفايلات دي كلها نسلكت عليهم كلهم، ندوس كنترول A ونشد الفايلات ديت على الجزء اللي مكتوب فيه امبورت ميديا تو ستارت، وتسيب الحاجه عليها لغايه ما تخلص لوجو. في طريقه ثانيه برضه ان انت تدوس دبل كليك هنا وتختار المكان اللي فيه الفيديوهات اللي انت عايز تاخدها وتدوس اوبن. احنا عندنا مجموعه الفيديوهات ديت وهنبتدي احنا خلاص جمعنا الفيديوهات اللي احنا هنستخدمها. نخش بقى على الايديتنج، ان احنا نعمل الايديتنج نفسه. عندك البروجكت فايل موجود هنا اللي فيه الفايلات بتاعتك والفيديوهات والصور. انت بقى تحاول تظبط المكان كده الاول، توسع لنفسك تضيق لنفسك حسب انت هتحتاج ايه. مع الوقت انت تفهم وهتشوف ايه اكتر حاجه انت تستخدمها، فتوسع المكان برضو حسب حجم الشاشه وحسب برضو ايه اكتر حاجه بتركز عليها. ممكن تكون بتركز على الصوت اكتر من الفيديو. تبتدي مثلا بالفيديو دوت، ندوس عليه دبل كليك ونمشي كده في الفيديو ونشوف. مثلا انا عايز الفيديو نبتدي من اول هنا واحنا بنبص للكاميرا، هدوس على الجزء دي اللي هي المارك ان اللي هو الحته اللي هنبتدي منها، او يا اما ادوس اي على الكيبورد وامشي مثلا بالفيديو، هدوس سبيس مثلا اتفرج. انا مثلا عايز لغايه ما نطلع فوق هنا حبه حلوين، دي كانت وظيفه. ندوس او، او يا اما ندوس على الجزء دوت اللي هو الاوت اللي هو اخر حاجه في الفيديو. بعد كده لو احنا عايزين ناخد الصوت والسرعه مع بعض بندوس على الفيديو نفسه ونشده في التايم لاين، المكان اللي احنا هنمشي فيه، وده اللي هيبقى فيه الفيديو كله على بعضه. ده لو احنا عايزين ناخد الصوت والصوره، بس هنا احنا ما عندناش صوت في الفيديو فهيبقى الصوره بس. لكن لو انت حابب تاخد الصوت لوحده هتلاقي تشد الصوت من هنا، بس هو ما فيش صوت في الفيديو ده. لو انت عايز الفيديو بس هتقدر تشد كده تاخد الفيديو من غير الصوت منفصل عن بعض. خدنا اول حته من الفيديو، عايزين ناخد حته ثانيه من الفيديو. نخش على بروجكت هنا، ده المكان اللي فيه الفيديو، و ادي كده احنا خدنا من الفيديو ده، وعايزين من الفيديو ده مثلا برضو ناخد حته ثانيه. نبتدي مثلا من اول ما احنا هنبتدي نتحرك من اول هنا، ندوس برضو نفس الكلام بالظبط اي وسبيس تتفرج لغايه المكان اللي انت عايزه. مثلا لا احنا مش عايزين النطه دي، فنرجع كده لغايه هنا كده. يعني انت بص مثلا هنا في حركه، لا احنا هناخدها من الفيديو يبقى عادي، ندوس او ونروح شادين الفيديو. تمام كده احنا جمعنا الحاجات اللي احنا شايفينها مفيده في الفيديو. فاضل الفيديو الاخير، فاضل الفيديو الاخير ده خدنا منه برده شوت، ناخد منه شوت برده ظريف. الفيديو ده برده ممكن ناخده من اول هنا كده وبرده اوت. مع الوقت هتبتدي تحفظ، هتدوس اي او اي او بطريقه سريعه، هتلاقي نفسك بتنجز جدا في المونتاج، بالذات ان انت لما تيجي تخش بقى في فايلات كبيره تلاقي عندك 30 40 فيديو تمنتجهم مع بعض. فموضوع لازم تتعود انك انت تستخدم الشورت كاتس او الاختصارات ديت عشان المونتاج بتاعك يبقى اسرع واسلس. تمام احنا دلوقتي خدنا الفيديو، مثلا دلوقتي احنا خدنا الحتت المفيده اللي في الفيديو، عايزين بقى نظبط الفيديو ده مع الموسيقى. فهنرجع تاني للمكان اللي فيه الموسيقى، هنلاقيها البروجكت احنا مسمينه تيست،
موسيقى اهي. نفس الكلام نيجي على الموسيقى هنا ونشدها تحت، بس الجزء ده هيبقى الجزء بتاع الصوت والجزء اللي فوق ده بتاع الفيديو. فانت ممكن تحط فيديو فوقي فيديو فوقي فيديو، وهنا الصوت تحتي صوت، فتقدر تحط لايرز زي الفوتوشوب بالظبط. فاحنا مثلا هنشغل كده حس ان الفيديو بيتعاد. المشاهد شبه بعض، فاحنا مثلا لقيت اللي في النص ده ملوش لازمه، فهمسك الفيديو اللي على اليمين دوت مثلا اروح شده فوقيه كده، انا شلت الفيديو اللي في النص كده، الفيديو هيبقى عباره عن كده، ادي كده واحده من تحت لفوق، والفيديو التاني عباره عن حركه تانيه برضه. اشتغل الفيديو حلو، فانت محتاج تمشي مع البيت بتاعت الموسيقى، ان انت مثلا هتيجي هنا هتشد الجزء ده لتحت وتحاول توسع لنفسك شوية كده، تتفرج على الصوت. هنا احنا بنعمل زوم ان وزوم اوت، بتستخدم البكرة دي وتحرك يمين وشمال عشان تتحرك على التايم لاين. هنحاول نمشي مع البيت شوية، مثلا انا بالنسبة لي حابب ان انا اعمل قط عند هنا، فانا ممكن اشد الفيديو هنا كده واعمل له ان هو مع البيت ينط. بعد كده حابين مثلا نحط الصورة دي في الاخر، هنلاقي ان الصورة اهي كده، احنا الصورة بالطول احنا عايزينها بالعرض. نقدر نيجي على الصورة ونروح على حتة اسمها effect control. effect control في نفس المكان ده برضو هنا في الايديتنج، تقدر بقى تغير السايز السكيل، تعمل زوم ان زوم اوت، عايز حركة يمين وشمال هنا برضو نفس الكلام فوق وتحت، عايز بقى تغير تخليها تلف عشان نظبطها مع الفيديو ان هي ميبقاش فيه الفراغات السوداء اللي موجودة. نلفها كده مثلا عشان تبقى 90 درجة، ونكتب 90 تلعب بشالو 270 ظبط. تمام كده احنا ظبطنا الصورة، ومثلا هي عايزين نعملها زوم اوت كده، وعايزين نقول مثلا سبسكرايب ناو. نروح بقى على حرف التي، حرف التي تحت دوت او عشان تكست، تكتب هنا مثلا سبسكرايب ناو، وندوس على اللي هي السلكشن تول ونحركها كده في النص. ودلوقتي حابين نشيل الجزء الزياده اللي احنا سيبناه، بصوا هيبقى طالع كده اسود في الاخر ومش لطيف. ندوس على سي او نستخدم الريزر تول اللي هي دي، ندوس عليها ونيجي على الحته الزياده دي وندوس عليها كده، احنا قطعناها. بعد كده ندوس في، ندوس على السلكشن تول والحته الزياده دي وندوس عليها ديليت في الكيبورد كده. الفيديو بقى اخره لحد هنا اهو كده، ده كده اخره. لو سيبنا الصوت موجود مكمل يبقى الفيديو هيطلع الباقي اسود، وهتلاقوا ان الفيديو عباره عن الجزء اللي في الاول ده والباقي كله اسود. ندوس على سي ريزر تول برضو ونعمل كات في الجزء بتاع الموسيقى اللي تحت، وندوس في تاني وندوس ديليت عشان نشيل بقيه الموسيقى. احنا كده مثلا بالنسبه لنا الفيديو خلاص، احنا عملنا كات حطينا ميوزك، وهو ده الفيديو اللي احنا عايزينه، عباره عن 16 ثانيه وخلاص. عايزين نطلع بقى الفيديو عشان نتفرج عليه ونقدر نعمله ابلود على اليوتيوب. هنيجي على فايل ونروح على اكسبورت وتدوس ميديا. بعد ما الصفحه دي فتحت كده نيجي نختار ال H.264 دي اول حاجه نختارها. بعد ما اخترنا H.264 انت بقى حسب انت الفيديو ده عايز تعمله ابلود على النت، ولا انت الفيديو ده مثلا عايزه يبقى معاك على الموبايل او ايا كان هتعمله مش ابلود ومش فارق معاك حجم الفايل، فانت ممكن تسيبه ماتش سورس هاي بيت ريت وتدوس على اكسبورت على طول. لكن لو انت فارق معاك انت ممكن بعد كده تنزل تحت، انت هتعمله ابلود على اليوتيوب والفيديو مثلا طويل فهيبقى حجمه كبير، فاحنا ممكن ننزل تحت ونختار البيت ريت يكون مثلا في حدود 10، انا شايف ان 10 ده مناسب جدا. بعد كده نيجي هنا نختار اسم الفيديو هنا كده، انا مثلا هحطه في الفايل بتاع الشوتس ونسميه درون فيديو وندوس سيف. بعد ما دوسنا سيف وبريمير هيشتغل ويقدر يعمل اكسبورت دلوقتي الفيديو. الفيديو اهو نقدر نفتحه ونلاقيه موسيقى شغاله.
ودي كانت الطريقة ازاي تقدر تمنتج بطريقة سهلة وبسيطة. اتمنى يكون الفيديو ده افادكم، وقولوا لي في كومنتس تحت لو انتم في حاجة عايزين تعرفوها اكتر، او في حاجة مثلا عايزين تعملوها في بريمير ومش عارفينها، انا هرد على كل الكومنتات بتاعتكم. ومهم جدا ان انتم تعملوا لايك وسبسكرايب عشان ما يفوتكوش ان شاء الله الفيديوهات اللي جاية، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام.